هذا العم سيدي واحد شد ولده وبدا كيضربه واعطاه قتله ديال العصا، ولكن ولده كاع ما بكى والو، بقى كيشوف باه ومبتسم وكيضحك. وهو باه يتعجب وقال ليه مالك انت والصباح وانا نقتل فيك بالعصا وكاع ما بكيتي؟ علاش ما بكيتيش؟ وهو يجاوب الدري كما قال هتلر، ابتسم لعدوك حتى لا يحس بلذة النصر. ايوا وهو يشد باه وبدا كيصلخ فيه هك بالك هك بالك، عطاه قتله مزيان حتى بكاه صحا عليه. ايوا يلا شد لي يمك، خلي دابا هتلر يجي ينفعك. هادي نعمة سيدي واحد الما حلمت واحد الحلمة، ايه هي سيدي، وبغات اللي يفسرها ليها، وهي تمشي تقولها لشي عيالات وقالوا لها شوفي غادي تمشي عند واحد الشيخ راه ساكن في العمارة الفلان فلانية في ليطاج الثاني، غادي تدقي عليه هو اللي غادي يحلك هاد الحلمة اللي حلمتي. صافي نعمة سيدي مشات عند داك الشيخ وهي تدق، ولكن دقت في الباب الغلط، واحد المحشش ساكن انفاس داك الشيخ. ايوا هو يحل ليها مبوق، وهي تقول ليه اسمح لي يا سعادة الشيخ راني جيت قاصدك والمقصود الله، راني حلمت انني جالسة على كرسي عروسة وعلى اليمن ديالي حصان وعلى اليسر ديالي حمامة. والله يرحم الوالدين بغيتك تفسر لي هاد الحلمة. وهو يشوف فيها داك المحشش وقال ليها ايه اختي ايه اختي مرحبا سهلة مهلا، شفتي دابا انتيا واخا تجري واخا تطيري واخا تهرنطي والله لا تزوجتي. هادي نعمة سيدي واحد الدجاجة كل يوم كتحيد ريشة من جناحها وكتكتب بها رسالة للفروج. ايوا مسكينة بقات هكا كل نهار كتحيد ريشة حتى بقات لها اخر ريشة، وهي تكتب له بها واحد الرسالة وقالت ليه يا فروجيتو حبك نتفنيتو وعرانيتو. قال لك نعم سيدي هذا واحد الفار، ايه واحد الفار بغى يمشي يخطب واحد الفارة. ايوا وملي مشى عندهم لدارهم، وهي تقول لهم امها شوف يا وليدي باش من الاول نقتلو المش، الا بغيتي نزوجك بنتي خاصك تكتب ليها القادوس بسميتها. هادي نعمة سيدي وحدة كانت جالسة هي والراجل ديالها وخدامة تدلك ليه مسكين فراسو، ايه بشوية خدامة تدلك ليه باش تخفف عليه مسكين حريق الراس ما علينا، وشوية وهي تشوف فيه وقالت ليه ايوا يا راجل ايوا انت يا قبل الزواج شكون اللي كان كيدلك ليك راسك؟ بغات زعما باش تبان عليه، وهو يشوف فيها وجاوبها وقال ليها انا يا راه قبل الزواج كاع ما كان كيضرني راسي. وي 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 وحرق ليها المشاعر مسكينه. سبحان الله يا خوتي سبحان الله، وديما فاش كيكون شي نقاش بين قلبي وعقلي كتربحهم كرشي، وخا ما عندها دخل في الموضوع مسخوطه عفيريتا عندها شخصيه قويه. شي غادي نقول لك هو كرشي فين ما مشات فارضه راسها. الزوجه نعمة سيدي الاجنبيه يكفيها تقول للزوج ديالها بليز كيوافق على داكشي اللي قالت له كامل، داكشي اللي بغات كامل كيوافق عليه. اجي عندنا حنا نعمة سيدي اجي عندنا حنا شي زوجة مغربيات ويلي ويلي كتبدا عليه عافاك
عافاك، الله يحفظك، ربي يخليك ليا، الله يعطيك صحتك. انا مزوجه، انا مزوجه، سير الله يعطيك شي حجه. انا مزوجه فيك هالعار، هالعار سيدي ربي، الله يرحم والديك وجدودك وجدود جدود 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 جدودك. وهو باش كيجاوبها، كيجاوبها بحاجه واحده، قلت لك لا هي لا. هذا العام سيدي واحد الدري كان كيهضر هو والخطيبه ديالو، وهي تقول لي شوف شوف خصك تقرع بحالك بحال الدوزي، هي خصك تقرع بحالك بحال الدوزي. ايوا هو يدير ليها خاطر هالعام سيدي ومشى قرع. ايوا ملي قرع وصيفط لها التصويره ديالو شافتها جا بحالو بحال خميس ولد حديد دان، وهي تبلوكيه وبدلت النمره. واحد بنت جارتنا ضربها واحد الولد بالطوموبيل، ايوا العام سيدي اش غادي نقول لكم، وولا ديما كيمشي عندها السبيطار يزورها. ايوا وهاد النهار راه عندهم العرس، اياه راهم معرسين، ياكو فهمتوني يا البنات فهمتوني. ايوا اش غنقول لكم، اه شوروا غاب شويه عليكم، المهم بعدو غير من التران، راه هذاك ما معاهش اللعب، هذاك راه عنده نيشان نيشان. هذا نعم السيدي واحد الرجل كان طالع من فوق واحد الشجره وهو يطيح منها وتوعد، ومشى لعند الطبيب، وهو الطبيب يخرج ليه القويلبات. ايوا مشى للفرماسيان وعطاها الورقه ديال الدواء، قراتها وهي تعطيه القويلبات، وهو يسول مولات الفرماسيان، قال لها اختي عافاك الله يرحم الوالدين، لاش كيصلح هاد الدواء؟ وهي تجاوبو هذاك اسيدي راه القوالب ديال الدود. الراجل تصدم وهو يرجع لعند داك الطبيب كيجي، وهو يقول ليه واش ماشي حشومه عليك اسيدي، واش ماشي حشومه عليك يا دكتور، انا راني مهرس من رجلي وانت مخرج ليا الدواء ديال الدود. وهو يشوف فيه داك الطبيب قال له ايه راني عرفتك مهرس من رجلك، ولكن شتيكو ما كانتش هيك الدوده كاع ما طلع لديك الشجره وطيح منها وتهرس. هذا العام سيدي واحد السكران رجع لدارو مع الخمسه ديال الصباح، ايوا وبقى كيدق، وهي تنوض بنته مسكينه وحلت ليه الباب، وهو يشوف فيها مخنزر وقال ليها فين كنتي حتى لهذا الوقت يا المسخوطه، فين كنتي حتى لهذا الوقت عاد جايه. وهو يزدح عليها الباب وقال ليها سيري سيري رجعي فين كنتي، انا ما عنديش البنات كيجيو حتى لهذا الوقت. وهو يسد عليها الباب وباتت مسكينه في الزنقه.